السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنور الزاهي من قناة سمارت إنجليش، تحياتي لحضراتكم جميعا. النهاردة هنبدأ مع بعض فورا شروحات ثانوية عامة يونت 3 الوحدة الثالثة بارت 1 الجزء الأول فيها. خليكم معنا واوعى تروح في أي حتة تانية، الموضوع مهم، هنبدأ في تفاصيل كتيرة، خليكم معنا. ورجعنا لكم مرة تانية شباب أبنائي أبناء الثانوية العامة، بحييكم جميعا واشكركم على مشاهداتكم ودعمكم. النهارده هنبدا يونت 3، خليكم معانا. Women in History، يعني النساء في التاريخ، يونت 3. الجزء ده خاص بليسننج عن الدكتورة عائشة عبد الرحمن، هنقراه مع بعض ونشوف كده المفردات اللي موجودة فيه ونشوف بعض التراجم والتراكيب اللغوية، هيفيدنا كتير جدا طبعا، خليك معانا. بيقول دكتور عائشة عبد الرحمن who is better known to some people as بنت الشاطئ، يعني معروفة لناس كتيرة باسم بنت الشاطئ، وده الاسم الفني بتاعها او الثقافي بتاعها. is one of the most famous people in Egyptian and Arab culture، هي واحدة من اهم واشهر الناس الموجودة في الثقافة العربية والمصرية. as well as writing books on society and culture، وايضا واحدة من أهم النساء أو الشخصيات أو الناس في كتابة الكتب عن المجتمع والثقافة. She also wrote poems، هي كتبت الشعر. And for 50 years wrote for the newspaper الأهرام، وكتبت لمدة 50 عام لجريدة الأهرام. During her life، ونلاحظ هنا كلمة during، جوارها ناون اللي هي her life. She helped to improve، فكلمة improve معناها يحسن. Women's position، يعني مكانة المرأة in Egyptian society، في المجتمع المصري. دكتور عائشة was born in 1913، ولدت سنة 1913. Her father was an important man، هو كان رجل مهم جدا. And دكتور عائشة used to get، كلمة used to go، يعني كانت متعودة أن تذهب مع أبيها to meetings، إلى مقابلات، تمام؟ بيقول at which she learned to read and write، التي من خلالها يعني هي تعلمت القراءة، أن تقرأ وتكتب. at a time when many girls didn't go to school، في هذا الوقت حيث كثير من البنات لم يكن يذهب إلى المدرسة. عائشة's mother encouraged her daughter، شجعت والدة الدكتورة عائشة ابنتها to get a good education، أن تحصل على تعليم جيد. and as a result، وكنتيجة لذلك، عيشة started school at the age of، ولاحظ كلمة at the age of معناها في عمر او في سن، وبتساوي كلمة aged 5، في عمر الخامسة ذهبت للمدرسة. دكتور عيشة was successful at school، كانت ناجحة في المدرسة. and went to Cairo University، وذهبت الى جامعة القاهرة. where she studied Arabic language، حيث درست اللغة العربية او الادب العربي واللغة العربية. she was awarded her degree، حصلت او منحت، awarded منحت، ولو رجعت unit 1 هتلاقي خدنا فيها كلمة award ومعناها منحة او جائزة، تمام؟ awarded يعني منحت درجاتها العلمية in 1939، سنة 1939. and then، وحينئذ، joined the university staff، التحقت بفريق الجامعة، staff يعني فريق عمل في الجامعة، يعني اشتغلت as a research assistant، يعني مساعد باحث، يعني معيد في الجامعة in 1942، سنة 1942. she was employed، تم تعيينها as a government inspector، كلمة inspector يعني مفتش، اللي كان بيفتش على المدارس زمان، يعني supervisor يعني. for the teaching of Arabic literature، لتدريس الأدب العربي. using the name of بنت الشاطي، يعني استخدمت اسم بنت الشاطئ. دكتور عائشة wrote many books، كتبت الكثير من الكتب. and articles، والمقالات. in which she argued for، التي كانت تدافع فيها عن more positive rule، دور ايجابي اكثر، كلمة positive عكسها negative، وده معناه ايجابي ونيجاتيف يعني سلبي. role يعني دور، تمام. for women، للنساء. and modern world، in the modern world يعني في العالم العربي او الحديث. دكتور عائشة was a respected teacher، كانت معلم محترم او مدرسة محترمة، تمام. and taught at many universities across the Arab world، بتقول ودرست في الكثير من جامعات عبر العالم العربي. with her husband، مع زوجها بروفيسور امين الخولي، الدكتور امين الخولي اللي كان استاذ جامعة هو ايضا. دكتور عائشة spent holidays visiting Arabian museums، كانت بتقضي عطلاتها في زيارة المتاحف الأوروبية،
universities يعني الجامعات and libraries والمكتبات. دكتور عائشة died in 1998 سنة 1998. توفت الدكتورة عائشة at the age of زي ما قلنا aged 85 عن عمر يناهز 85. Her work which had taken up كلمة take up معناها يحتذى به أو يوضع في عين الاعتبار وأيضا كمان take up a sport يعني يمارس رياضة. دي معنى لكلمة take up. Much of her personal life كان يوضع في عين الاعتبار أو يحتذى به في الحياة الشخصية لها. Is still appreciated today ما زال يقيم ويحترم وذو قيمة حتى الآن. هنشوف الجزء الثاني من reading. Florence Nightingale الملاك الرحمة أو العندليب. Nightingale هو طائر العندليب. Florence هنشوف عملت إيه. برضو من الشخصيات المهمة عندنا الرائدة في حياة المرأة. بيقول Florence Nightingale was born in 1820 سنة 1920 ولدت Florence into a wealthy. كلمة wealthy معناها دي صفة adjective ومعناها ثري أو غني family في أسرة غنية in Italy في إيطاليا. But grew up and went to school in England ولكنها تربت وترعرعت ونمت وذهبت إلى المدرسة في إنجلترا. When she was 17 لما كان عمرها 17 سنة she decided that قررت أن she wanted to be a nurse أن تكون ممرضة. Although her family didn't think that this was a suitable job for their young daughter. وعلى الرغم من أن أسرتها كانت بتعتقد أن هذه الوظيفة غير مناسبة was a suitable job يعني didn't think لا تعتقد أنها وظيفة مناسبة for their young daughter لابنتهم الصغيرة. However يعني ومع ذلك أو على الرغم من ذلك Florence's work أعمال Florence in London Hospital في مستشفى لندن was so effective كان لها أثر جيد. Effective the adjective يا جماعة دي صفة جاي من الverb effect معناه يؤثر على ودي معناها مؤثر أو ذات تأثير عالي. That the British government لدرجة أن الحكومة البريطانية asked her طلبت منها to be in charge of كلمة to be in charge of means to be responsible for something يكون مسؤول عن شيء ما. طيب كانت مسؤولة عن ايه بقى؟ أو the nursing of wounded soldiers abroad يعني عن الجنود المصابين او المجروحين بالخارج. تمام. After working in Europe في بعد العمل في اوروبا she returned to England عادت مرة اخرى الى انجلترا and opened the Nightingale School of Nursing in London وفتحت مدرسة سمتها مدرسة العندليب او ملاك الرحمة اللي هو العندليب يعني للتمريض nursing او nursing او التمريض the first school of this kind هي كانت اول مدرسة من نوعها. تمام. ده نموذج اخر معانا لي سيدات رائدات في تاريخ النساء. لطفية النادي تعال نشوف بقى لطفية النادي ايه قصتها بالظبط. يقول in 1932 سنة 1932 لطفية النادي was the first and only woman to join a new school for pilots at Almaza Airport. بيقول ان سنة 1932 لطفية النادي كانت اول the first and only وهي فقط المرأة الوحيدة to join a new school التي التحقت بالمدرسة. طب ما كل النساء بيلتحقوا المدارس. لا بقى الغريب في الموضوع انها للبايلوتس للطيارين مدرسه لتعلم الطيران ات الماظة ايربورت في مطار الماظة. هير بيرنتس يعني فادر اند ماذر يعني ابائها didn't want her to be a pilot ما كانوش عايزينها تبقى طيار. سو النادي اللي هي لطفيه النادي worked as a secretary at the airport كانت شغاله الاول اداريه او سكرتاريه في المطار to pay for her lessons عشان تدفع أو تسدد عن دروسها. تمام. When she was only 26 لما كان عمرها فقط 26 سنة لطفية النادي أو النادي became the first woman in Egypt أصبحت أول امرأة في مصر to have a pilot's license يعني كلمة license معناها رخصة وتمشي رخصة قيادة لأي شيء. تمام. أو سماح أو تصريح حصلت على رخصة للطيران in December 1933 يعني سنة 1933 she became famous أصبحت مشهورة when she flew solo التي طارت لوحدها بطيارة solo يعني منفردة لوحدها in an international أو international race في سباق عالمي. تمام. which went from Cairo to Alexandria التي طارت من القاهرة إلى الإسكندرية. she was only the second woman ever to fly like this هي كانت فقط تاني امرأة في العالم بحاله أن تطير بهذا الشكل. النادي اللي هي لطفية النادي who had to stop flying after an accident
التي كان يجب علي أن أتوقف عن الطيران بعد حادثة قد حدثت لها. died in 2002، توفت في سنة 2002. aged اللي احنا قلنا بتساوي at the age of، يعني في عمر أو ناهز عمر 94 سنة، عن عمر يناهز ال 94 عاما. however ومع ذلك her achievements إنجازاتها. encouraged شجعت other women نساء أخريات to have a career in flying، يكون لهم دور وعمل رائد. كلمة كارير معناها مسار مهني. in flying في الطيران. for example يعني كمثال على ذلك in 1944 سنة 1944 ليندا مسعود became the first woman teacher، أصبحت أول امرأة معلمة at the flying school في مدرسة الطيران. عند عزيزة محرم later become a director there، أصبحت عزيزة محرم أيضا مديرة هناك. ده كان جزء يا جماعة خاص بالترجمة وخاص بالليسننج، خاص بالريدنج والليسننج. الجزء الخاص بالليسننج اللي هو عن دكتورة عائشة، وجزء الريدنج عن فلورنس وكمان لطفية النادي. ادانا نماذج كتيرة وده معلومات ثرية عن تاريخ المرأة والمناصب والأدوار التي شغلتها المرأة في أماكن حساسة، ولا غنى أيضا عن الجزء الثاني أو النص الثاني في المجتمع بصفة عامة اللي هي المرأة، اللي هي طبعا لا ننكر دورها في المجتمعات بصفة عامة. تعال نشوف بقى مع بعض الجزء الخاص بالفوكابلري. قبل ما نروح للجزء الخاص بالفوكابلري، في ناس تقول لي يا مستر طب أنت بتقرأ الريدنج والليسننج ليه مع أنه موجود أي حد يقرأه؟ معلش يا جماعة دي وجهة نظر، انا من وجهة نظر ان الريدنج والليسننج لا يمكن الاستغناء عنه. مش هخش على طول في الجرامر والكلمات بدون ما اديلك فكرة عامة رقم واحد على موضوع اليونتس بتاعنا. كمان الجزء الثاني المهم اللي اقصد اقوله ان انت كمان بتتشبع بتراكيب لغوية، بتتشبع بفرازر فيربس يعني افعال اصطلاحية، كلمات ومعانيها، حاجات بتساوي حاجات، كمان بتنطق صح، بتسمع صح، كل دي افادة طبعا جوه الجزء الخاص بشروحات ثانوية عامة في اليونس والطريقة دي بتاعتي. تمام، نشوف مع بعض الفوكابلري وننطقها مع بعض وحضرتك تقدر تردد ورايا. نشوف the first column العمود الأول. woman 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 nightingale nightingale appreciate appreciate appreciation appreciation appreciative appreciative appreciable appreciable argue argue argument argument argumentative argumentative award award government govern governor governor governorate governorate positive positive positively positively positivity positivity respect respect respected respectable respectable respectful rule rule culture cultural cultural society society poems poems literature literature improve improve improvement improvement position position meetings meetings encourage encourage encouragement encouragement daughter daughter son son get get successful successful degree degree join 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 staff staff employ employ teaching teaching inspector inspector نروح على column number 2 العمود الثاني. wealthy wealthy sorry wealth wealth wealthy wealthy nurse nurse nursing nursing suit suit suitable suitable suitably suitability suitability effect effect effective effective approved 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 pilot pilot co-pilot co-pilot airport airport flight flight flying flying fly flew flowing fly flew flown parents parents secretary secretary lessons lessons license 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 solo solo solist solist race race international or international achievements achievements achieve achieve career career director director
impression 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 impress impress impressive impressive impressed impressed remember remember reasons reasons determination determination determined determined train train introduce introduce cleanliness 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 hygiene hygiene equipment equipment. تمام، نروح مع بعض بقى على الجزء اللي عليه الدور وهو البروبوزيشنز، يعني حروف الجر. عندي مطلوب من حضرتك في الجزء ده بقى مهم قوي انك تتعرف على الفيرب او الناون اللي عندك، ثم البروبوزيشن الخاص بيه اللي هو حرف الجر الملتصق معاه دايما، وده بيركز على جزء معين ومهاره الاختيار في التشويس. فتلاقي كده مثال ومدي لك فيرب ثم سبيس وبعدين ان كذا، فانت تختار بقى الفيرب اللي يتناسب مع البروبوزيشن الحرف الجر. تمام، نشوف معنا اول واحد. ديجري ان يعني درجه علميه فيه او شهاده فيه. تمام، كلمه ديجري يعني درجه علميه. انكورج مع حرف الجر الثاني. ادجو حرف الجر فور. ات ذا ايدج اوف، ات ذا ايدج اوف يعني في عمر كذا اللي احنا قلنا من شويه بتساوي كلمه ايجد. ان تشارج اوف يا جماعه معناها مسؤول عنه، ودي بتساوي ريسبونسابل فور. ريسبونسابل فور يعني مسؤول عنه. سوتابل فور يعني مناسب لي، يعني ماتشنج وذ سامثينج يعني اتمشى مع شيء ما. تيك اب قلنا يشغل حيز او منصب، وقلنا كمان يمارس رياضه. popular with يعني مشهور بي. graduate from يعني يتخرج من، ودي كمان خدناها في unit 1. write on يعني يكتب عن او على. effect on له تأثير على كذا او اثر على كذا. in control of يعني مسؤول او متحكم في هذا الشيء، قلنا بتساوي نشوف مع بعض كده in charge of، وقلنا كمان بتساوي responsible for. pay for يعني يسدد او يدفع، وpay to معناها يدفع ايضا او يسدد لكي يفعل شيء ما. دي طبعا بيجي وراها infinitive مصدر ولكن pay for something or verb plus ing. grow up معناها يتربى او يكبر، ولات for يعني متاخر عليه. خلاص، هنشوف بقى الجزء الخاص بالexpressions اللي هي التعبيرات. طيب التعبيرات دي لما انا اتعرف عليها التراكيب دي هتفيدني في ايه؟ طبعا هتفيدك في لما تيجي حضرتك تدور على جزء خاص بالترجمه هتستخدم هذه المفردات. مثلا هتفيدك في ان انت تزود حصيلتك من الفوكابولاريز اللي هي المفردات اللغويه. Arab culture، Arab culture، the Arab world، the عشان الاي بتاع Arab. تمام، the Arab world، Arabic language، join a university، the Egyptian society، get a good education، education ماشي مش education، education. as a result، as a result يعني كنتيجة. university staff، staff لو فريق العمل او الموظفين الخاصين بالجامعة. research مش research. تمام، خلي بالك من النور، احنا قلنا ch اتنطق ش فيبقى research assistant، research assistant يعني باحث مساعد او معيد. يعني a government inspector يعني مفتش او موجه. respected teacher مدرس محترم. personal life حياة شخصية. flying school مدرسة طيران. pilot's license اللي هي رخصة الطيار. wounded soldiers الجنود الجرحى. expressing enthusiasm اللي هو التعبير عن الحماس. enthusiasm اللي هو الحماس. be known as معروف ك the British government يعني الحكومة البريطانية. international race او international race يعني السباق الدولي. introduce new ideas يعني يقدم او يعرض افكارا جديدة. تعال بقى نشوف الاكسبريشن with get. عندنا كلمة get يا جماعة كلمة يعني بقى كلمة كبيرة جدا لها معاني كتيرة قوي وبتيجي مع افعال كتيرة عشان تغير معناها. نشوف اول واحد منهم. get هنا بمعنى have يعني يحصل على. Aisha's mother encouraged her to get هنا معناه ايه؟ يحصل على good education يعني تربية وتعليم جيدة. يبقى هنا get بمعنى have. get بمعنى buy. we got a new TV from the shops. حصلنا او جبنا او اشترينا. هنا معنى got معناه we bought a new TV from the shops. كمان كلمة get نسوي catch يلحق بي او يمسك. I'm going to get the 11:30
train to Cairo. انا سالحق او سامسك او ساصل الى او هلحق بمعنى اصح. يبقى جيت بيساوي كاتش يلحق قطر 11 ونص to Cairo الى القاهره. get understand اما اقول لك I get the point يعني اي انا فهمت اللي انت عايزه. I get what you want. I get what you said. I get whatever you said. انا فهمت اللي انت تقصده او اللي انت تقوله. do you get what I mean؟ يبقى كلمه get هنا معناها يفهم. okay understand. get to arrive طيب معناها ما اقول لك how are you getting home this evening؟ كيف وصلت يعني الى البيت هذا المساء؟ هنا arrive تمام. I get to my home using مثلا او by the bus او by the taxi. get to become معناه يصبح. it's getting very hot outside يعني it is becoming or it is turning into very hot outside تمام. يبقى get بيساوي become يعني يصبح. get بيساوي receive او obtain. obtain دي خدناها في unit 1 لما كنا بنتكلم على earn و win و obtain. كل دول كلمات معناها يفوز او يحصل على. وريسيف كمان يتلقى او يستلم تمام. I got an email from my friend this morning. I got an email معناها I received an email خلاص. طيب نشوف number 8 get بتساوي make او persuade. كلمة persuade معناها يقنع تمام or convince. ونشوف مع بعض المثال. he got his sister to help him with his homework. He got his sister يعني he convinced his sister to help him. He persuaded her to help him. He make her help him. خلاص يعني هو جعلها تساعده أو أقنعها بمساعدته. كمان get يا جماعة لها معنى آخر بتساوي bring or fetch. خلاص bring يعني يحضر أو fetch يعني يبحث عنه تمام. go and get a doctor. اذهب وابحث لك عن طبيب. خلاص أو bring a doctor. روح واحضر الطبيب او ابحث عن طبيب. get زائد meal بيساوي prepare. اما اقول لك get a cup of coffee sorry او get مثلا a plate of fish تمام. يبقى get واسم الوجبه بيساوي prepare خلاص يعني يجهز او يعد. I must get home. get home and get الاولى هنا معناها arrive home. I must arrive home تمام يا شباب عايز تركيز معايا. I must arrive home and get a cup of coffee يعني وأحصل على أو أعد أو أجهز a cup of coffee يعني كوب من القهوة تمام كده. شوف number 11 get يجي مع something. S-T-H دي معناها something اختصار للكلمة something. get something plus BB اللي هو past participle التصريف التالي بيساوي done. طب ورينا كده. I must get my hair cut. لاحظ هنا كلمة get تمام وده الباست بارتيسيبل اللي هو cut مفيش فرق تمام. الثلاث تصريفات زي بعض. طيب لما اقول I must get my hair cut يعني يجب ان احصل على شعري مخصوصا او اقص شعري. طبعا انا مش انا اللي هقص شعري بنفسي في باربر هيقوم بالاداء ده تمام. طيب نمبر 12 بيقول get to bus تمام وترين واي مواصله من وسائل المواصلات. all the means of transport بيساوي take يعني مول I take a taxi معناها I get the taxi. I get the train معناها I catch I caught the train or I took the train. okay so we are going to be late. let's get a taxi. let's have a taxi. let's get a taxi. let's take a taxi. okay يبقى معناها يحصل على او ياخد تاكسي يعني او ياخد مواصلة معينة. get بتساوي move travel خلاص. اما يقول لك the bridge was destroyed الجسر او الطريق الكوبري تم تدميره تمام. so we couldn't get across. get across يعني يعبر يعني نتحرك للجهة المقابلة يعني travel across or move across او get to the other side of the road تمام. تعال نشوف بقى الديفينيشنز يا جماعه ودي جميله قوي وعرضناها بشكل اخر يعني حاولنا الناس افضل من الوحدات اللي قبل كده عشان توضح الامور وتستوعب معانا كمان كلمات واجزاء مهمه جدا في اليونت تمام عشان نستغل الاماكن الفاضيه جوه البيبرز يعني. تعال نشوف نمبر 1 بيقول argue for معناه يجادل او يناقش وجاي منها كلمه argument يعني المجادله او النقاش و argumentative يعني جدالي او نقاشي. طيب example
to explain why something should be done. يعني ده المعنى بتاعه, بيقول لك لكي تشرح يعني شيء ما يجب أن يفعل يعني. طيب appreciate, الverb appreciate معناه يقدر أو يثمن, جاي منها appreciation اللي هو التقدير, appreciative ممتن أو شاكر, ودي للperson, و appreciatively يعني بتقدير, وده adverb يا جماعة تمام, ده adjective, أما ده adverb يعني ظرف ودي صفة. Like the good qualities or value of something معناه بيقول يعني يحب أو يقيم الجودة أو الصفات أو قيمة لشيء ما تمام. تعال نشوف award. award معناها يمنح جائزة أو جائزة, ودي قلناها كمان في unit 1 or unit 2, يمكنك أن ترجع لهم كمان. give a prize to someone, sorry the all خلاص, who has achieved something يعني تعطي جائزة لشخص ما الذي قد أنجز شيء ما تمام. هنشوف كلمة number 4 government, ودي معناها حكومة. govern معناها يحكم, ده verb تمام. governor ده الحاكم نفسه, ده noun. governorate أيضا محافظة, ودي noun تمام. بيقول the group of people who control a country or a state يعني المجموعة من الناس اللي بيديروا أو يتحكموا في دولة أو ولاية يعني. A positive, positive معناه إيجابي, positively بإيجابية, positivity يعني الإيجابية, negatively السلبية, قلنا positive و negative, و passive يعني سلبي أو positive. معناها إيه يا جماعة؟ معناها to have a good effect يعني يكون لها أثر جيد. role معناها دور, play role in يلعب دور فيه, و role معناها قاعدة تمام, لو بالO معناها دور, أما بالU معناها قاعدة تمام, من القواعد اللي تحطها لتحكم بها وضوابط معينة. الإكزامبل بيقول the position that someone has, المعنى بتاعها بيقول هو المكانة التي شخص ما has an effectivity or situation, له نشاط وموقف معين. بيقول respected محترم خلاص, respect يحترم, respectable محترم, respectful أيضا respectful محترم كمان. هنشوف admired by many people يعني يعجب به الكثير من الناس because of achievements, skills etc, بسبب إنجازاته ومهاراته with talent وكمان مهارته أو فنه تمام أو الموهبة يعني. number 8 8 حياة مهنية career, ودي معناها مش انطلقة ولا أسرع ولا حاجة, دي معناها الحياة المهنية career, الحياة المهنية تمام. a job of profession هي عبارة عن وظيفة أو مهنة. that you have been trained, التي قد تدربت for an or and intended to do for a long time, ونويت تعملها لمدة أو لوقت طويل. بيقول be in charge of, بتساوي charge يعني مهمة أو مسؤولية أو ثمن خلاص. to be the person who is responsible for something or someone, be in charge of بتساوي responsible for, واحنا قلنا الكلام ده يا جماعة في الكلمة ومعناها في الجزء اللي فوق من شوية, لو رجعنا له مع بعض كده اهوت. be in charge of, on in control of, so responsible for تمام. تعالى نرجع لموضوعنا تاني, معلش رجعناكم تاني. director بقى, director يعني مدير او مخرج, وده جاي منها direction, ودايركت يوجه, وده الverb تمام, ودي النوع. someone controls or manages a company, organization or activity, بيقول شخص ما يتحكم في شركة أو منظمة أو نشاط معين تمام, ده director. impressive بقى يعني مبهر, يعني أخاذ, breathtaking يعني يشدك يعني تمام. ال impressive ده يا جماعة جاي منها كلمة impression يعني انطباع, و impress يبهر تمام, ده الverb. بيقول making you admire something يعني يجعلك تعجب بشيء ما, فيبقى impressive بالنسبة لك, يبقى مبهر. license الرخصة طبعا, license ده بيرخص, وده الverb, تلاحظ ان الverb في حرف الاس يا جماعة, اما الناون فيه حرف السي, زي كلمة advice بالسي فتبقى معناها نصيحة, وadvice بالاس معناها ينصح, يبقى بالاس ده الverb, بالسي الناون. an official document يعني وثيقة رسمية, that gives permission التي تعطيك السماح, to do something أن تفعل شيء ما تمام كده. nursing التمريض, جاي منها nurse يعني ممرضة أو ممرض, و nursery اللي هي الحضانة خلاص. the job of looking after people who are ill, هي وظيفة
الاهتمام بالناس والاعتناء بهم. كلمة look after، look after ده rather verb معناه فعل اصطلاحي ومعناه يعتني بي، تمام؟ look after معناه يعتني بي، يعني بتساوي take care of somebody or something. اوكي، نشوف نمبر 14 solo. كلمة solo يا جماعة معناها فردي، يعني لوحده، خلاص alone يعني. solo بطريقة فردية، solist يعني عازف منفرد. طيب done or on your own يعني تم أداؤه بطريقتك أنت بنفسك أنت، without help from another person، بدون أي مساعدة من شخص آخر، تمام؟ suitable معناها مناسب، suitability يعني الملائمة أو المناسبة، suitably بملائمة، وده adverb، ده الادفيرب، تمام؟ ده هو suitability، suitably suit ده يناسب أو يلائم، يجي verb ده معناه فعل، خلاص؟ right in a particular situation يعني بالظبط تماما في مكانه المظبوط، في مكانه. نروح مع بعض للمهم بقى، ده الجزء اللي عليه الجرامر او اللانجوج نوتس اللي دايما بيجي في الاختبارات ويحير الناس وبيبقى فيه confusion، لابس او خلط. تعال نشوف بقى الفرق بين job و work و a work works، وامتى اجمع works و profession و occupation و career و vocation. كلمة job دي وظيفة، تمام؟ أو be my father's job is a teacher يعني I am a teacher so this is a job، خلاص I am an engineer so it is a job، أنا مهندس وهذه وظيفة. طيب أمال كلمة work دي يا جماعة؟ ده العمل بصفة عامة، وبرضو اتكلمنا عن الجزء ده أيضا في اللانجوج نوتس الخاصة بيونت 1. فكلمة work يعني العمل بصفة عامة، هو كلمة لا تعد. طب إمتى اخد مفرد وجمع من الكلمه دي؟ لما اكون بتكلم على اعمال رائده او اعمال بصفه عامه، اللي هي بتبقى اعمال فنيه تحديدا اهوت، واخد بالك؟ عمل فني واسم يعد. كمان profession اللي هي المهنه بقى، المهنه يعني تحتاج لتعلم ولا تدرب خاص مثل التدريس والطب والهندسه وحاجات كتير. طب الاوكيوبيشن اللي هي احتلال مكانه معينه، اللي هي يعني وظيفه معينه او مهنه او عمل، يعني خلاص I have an occupation of teaching يعني أنا عندي وظيفة أو مهنة التدريس، تمام؟ الكارير بقى يعني المسار المهني كامل يا جماعة، يعني من أوله لآخره الحياة المهنية، وقلنا أمثلة كتير على الكلام ده في يونت 1، تمام؟ الفوكيشن بقى، الفوكيشن غير الفاكيشن، الفوكيشن دي أجازة، خلاص؟ الفوكيشن دي مهنة وتشعر ان هذه المهنة خلقت لك، يعني مثلا واحد ميوله وهو من صغير مثلا اللي هو الرسم، تمام؟ drawings، خلاص الرسومات، او الارت مثلا، يعني he is an artist so he likes this job، هو بيحب هذه المهنة مثلا بشكل عظيم يعني greatly so this profession was found to suit him، يعني هذه الوظيفة وجدت لكي تتناسب معه so he has a vocation، يعني بيحب هذه الوظيفة جدا وانها خلقت له. تعال نشوف الاكزامبلز. My father's job is a teacher. خلاص ده عرفنا. My father works in a school. والدي يعمل في مدرسة. There are a lot of works. هنا works جت جمع. واحد يقول لي جمع. أقول له ده إيه لا تعد. أقول له دايما لما يكون في عمل فني، تمام؟ العمل الفني ده ياخد works. A pioneer works مثلا. A noble works. وهكذا. تمام؟ بيقول teaching and medicine are difficult professions، يعني التدريس والطب هي مهن صعبة جدا، طبعا ده أكيد. you should، بيقول you should write about your occupation in your CV، يعني وظيفتك الحالية معناها occupation دي، انت النهاردة بتحتل أنهي وظيفة؟ فهو بيقول occupation يعني الوظيفة الحالية، تمام؟ in your CV اللي هي السيرة الذاتية. My father spent the most of his career as a teacher. والدي يعني قضى حياته كلها ومساره المهني كمعلم. يبقى الكارير هنا اللي هي in general يعني بصفة عامة. Teaching is not a job. It's not just a job to her. It is her vocation. التدريس هو ليس فقط مهنة بالنسبة لها أو وظيفة، ولكن هو شيء يسري في دمها، يعني تشعر وكأنها خلقت لهذه المهنة. ما اعتقدش ابدا ان في حد حابب التيتشينج بهذا الشكل يعني، ولكن نشوف. respected ودي adjective، تمام؟ respectable ودي ايضا adjective. طيب ايه الفرق بين الاثنين يا مستر؟ انا لما اقول لك احمد is a respectable person يعني احمد شخص محترم، خلاص؟
يعني بيتصرف بطريقة اجتماعية مقبولة، لذلك بنقول عليه كلنا ان هو respectable. خلاص respectable هنا describe the person who behaves، يتصرف in a good way، بشكل جيد تمام في المجتمع. لكن لما تقول respected ده معناه يحظى بالاحترام، طب ما هو ده معنى نفس المعنى. اقول لك لا بسبب اعماله وانجازاته. خلاص يعني ممكن اقول دكتور عيشة عبد الرحمن is a respected teacher، هي معلمة تحترم بسبب ايه بقى؟ الاداء بتاعها تمام كمدرسة ومعلمة، او الاتشيفمنتس بتاعتها اللي هي الانجازات بتاعتها. خلاص لكن على المستوى الشخصي I think that احمد is a respectable person because he behaves good. He deals with people in a friendly way، يعني هو بيتعامل مع الاشخاص بطريقة ودودة. تمام ده الفرق ما بين الاثنين، واحد respected عشان مسار مهني وعلمي وانجازات، وواحد respectable عشان تصرفه داخل المجتمع. تعال نشوف respectful، يظهر الاحترام لي. خلاص يعني دي صفة وبتيجي هنشوف مع المثال دلوقتي يوضحها. يظهر الاحترام toward persons يعني باتجاه الناس. be respected for يعني محترم لي، لإيه بقى؟ ل good behavior، his dealing يعني تعامله مع الناس، the friendly way he treat people، الطريقة الودودة اللي بيتعامل بيها مع الناس. شوف الأمثلة توضح أكتر. he is one of the most respected managers. ليه قال managers هنا يا جماعة؟ المانجر ده يعني مدير، managers مدراء، واحد من أكثر المديرين اللي احترمناه. ليه احترمته؟ عشان تصرفه؟ لا، عشان his achievements، إنجازاته يا جماعة. كلمة إنجازات هنا هي اللي عليها الكلام يعني تمام. تعال نشوف مع بعض مثال نمبر 2. بيقول he comes from a respectable family. هو جاي من عيلة كلها ناس محترمة، لان البيهافيرز بتاعهم جميل جدا مع الناس، بيتعاملوا بطريقة فريندلي ودودة، وthey are kind people تمام، ناس طيبة جدا. فهنا اقول I respect احمد because he is a friendly person. خلاص طيب نشوف نمبر 3. يقول we should be respectful، يجب ان نكون نظهر الاحترام towards elderly people، للناس الاكبر مننا في السن. طيب نشوف الاخيره be respectful for. بيقول he is respected for، هو بيحترم او محترم لي his good behavior، his good behavior يعني لسلوكه الجيد تمام. طيب abroad و abroad و abroad. كلمة بورد يا جماعة اللي هو اللوح الخشب احنا قلناه قبل كده، لكن لما اقول ابورد على طول او اون بورد يعني على ظهر او متن. فكلمة بورد اللي هي دي بورد، اما اقول قدامها اون يبقى على ظهر او على متن اهو الطائرة، وهي المفروض اون بورد تمام. اما ابرود معناها خارج البلاد تمام، هنا المفروض اون بورد. اون بورد يبقى ده معلش خطأ في الكتابة فقط تمام. with the flight attendant اللي هو اللي هم المضيفين الجويين يعني تمام. welcome to us on board، on board او abroad على ظهر او متن تمام. he decided to travel abroad، هو قرر انه يسافر الى الخارج to earn his living. خلي بالك بقى earn اي جت و his living او earn money، يبقى الاثنين دول earn money earn his living، ودي في unit 1 كمان مراجع عليها. solo منفرد، وانديفيدوال يعني فردي او شخصي تمام. نشوف الفرق ما بين الاثنين. ايمي جونسون ميد ميني سولو فلايتس، ايمي جونسون عملت رحلات كثيره فرديه تمام. وانديفيدوال يعني شخصي تمام. بيقول ان تيم ورك يعني فريق العمل از بيتر ذان انديفيدوال ورك، انديفيدوال ورك يعني العمل الفردي، يعني فريق العمل او انك تعمل في مجموعه هو افضل من انك تشتغل بشكل فردي تمام. طيب فلايت وفلاينج، بيقول ذا فلايت يعني رحله الطيران فروم كايرو تو دبي، من القاهره الى دبي تيكس 3 اورز، اخذت 3 ساعات تمام. اي دونت لايك ترافلنج باي بلان، اي هيت فلاينج، اي هيت فلاينج. فلاينج هنا الطيران نفسه تمام، انما فلايت رحله الطيران تمام. ولو حابب ترجع لانواع رحلات الطيران في فيديو على القناه، قناتكم كل محب اللغه الانجليزيه سمارت انجلش، في فيديو خاص بالرحلات تقدر تجيبه في قوائم التشغيل تمام. appreciative وديت معناها ممتدح او مقدر او ممتن او مثمن لشيء ما of something. appreciable معناها معقول او ممكن ادراكه. تعال نشوف كده المثال هيوضح الفرق بين appreciative
وابريشيفول. My parents are always appreciative of my work. آبائي هم دائما مقدرين ومثمنين للعمل بتاعي. تمام؟ طيب tea and coffee الشاي والقهوة contain appreciable amount appreciable amount يعني كمية معقولة ها ممكن إدراكها of caffeine. الكافيين ده انزيم او بيفرز في الجسم يعني زي الادرينالين والحاجات دي انزيمات خاصة بتفرزها غدد معينة في الجسم. فكلمة appreciable هنا معناها يمكن ادراكه او معقول نسبة مناسبة او معقولة. تمام؟ تعالى بقى نشوف اخر جزئية معنا النهاردة عشان ما نطولش على حركة اكتر من كده زي ما انكم زهقتوا طبعا مننا. language functions اللي هي الوظائف اللغوية expressing enthusiasm اللي التعبير عن الحماس. اعبر عن الحماس بيه يا جماعة بعندي مجموعة هيت من الجمل اقول that's really great news that's really great news isn't it اليس كذلك انها اخبار جيدة جدا وعظيمة اليس كذلك ده معنى الجزء الاول. That's really great news. إنه حقا أخبار جيدة. Isn't it? أليس كذلك؟ I'm really enthusiastic. أنا متحمس جدا about it. عن هذا الشيء. I can't wait to start. I can't wait to start. معناها مش قادر أنتظر حتى أبدأ. يعني I'm very enthusiastic. What a great idea. What a great idea. يا لها من فكرة عظيمة جدا. طبعا يا جماعة احنا خدنا في language notes و derivatives و language vocabularies و definitions تعريفات وما ننساش كمان جزء من expressions get ومعانيها وقرأنا كمان الكلمات مع بعض ده وكمان ما ننساش ابدا الجزء الاول اللي هو reading عن فلورنس ولطفية النادي وكمان دكتورتنا واستاذتنا الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ. ده كان part 1 في unit 3 women in history. ارقى تحياتي لكم جميعا واللي مشتركش بقى يشترك كده وبسرعة ويفعل زر الجرس. يا جماعة فعلوا زر الجرس على الكل عشان يجي لك كل الاشعارات عشان تتابع كل جديد في شروحات الثانوية العامة وغيرها طبعا على القناة قناتكم وقناة محبي اللغة الانجليزية احلى عالم واحلى جمهور جمهورنا طلابنا وكل المشتركين معنا على القناة بحيهم تحية خاصة جدا. كان معكم أنور الزاهي من على قناة سمارت إنجليش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.